السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنترول، ايه هو كنترول وايه ازاي كلب عندي نيجي نحل الليش بتاعه عايز يجري يطير ويجرجرني في الشارع والحوارات دي كلها. العقبة دي ناس كتير زعلت منها، وطبعا احنا اسفين لان احنا مش مركبين المايك عشان صوت المكنة الراي اللي شغالة. في ناس كتير ازيهم الموضوع ده، ازيهم اللي هو الكنترول على الكلب. يا كابتن ابو نور، لما نيجي نحل كلب كده ونيجي ننزل بيه الشارع، نفسي ننزل نتمشى بيه شويه، نفسي يمشي جنبي محترم ومؤدب زي الكلاب المحترمه، الكلب ياخدني ويجري ويشدني. بص يا حبيب قلبي، ما تخليش دايما معاك المفتاح وانت تيجي رامي المفتاح كده وتقول انا مش عارف. المفتاح في ايدك انت، مش في ايد ابو نور مدرب ولا في ايد حد فهمان عشان يعلمك الكلب الحركه دي. الحركه دي انت تقدر تعملها، اللي هو ايه هو الكنترول، اللي هو منع الخطا قبل حدوثه. منع الخطا قبل حدوثه يعني التعامل، ما تبقاش انت مهايبر ومش عايز الكلب بتاعك مش مهايبر. انت لازم هيبقى كلبك مهايبر طالما انت مش مركز، انت ما عندكش تركيز. اسف طبعا ما حدش يزعل مني، انا ما بتكلمش على حد، بس انت ما عندكش تركيز. طيب كلبك هيبقى مركز ازاي؟ ايه هو كنترول؟ هنقول لك دلوقتي وهنعمل لك فيديو. تمام، ده كلب سيمبا. لاحظتوا فيه النهارده اول يوم شغل ان سيمبا اول ما بنيجي نطلقه اوبا بي 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 عايز يطير وعايز ياخد راحته، والكلب ده كان مطلوق في شقه. تمام، دلوقتي انا هخليك سيمبا. بصوا، لو ما خدتش بالك يا ابو نور صوابعك هتطير من السلسله من الحاجات اللي هو بيعملها اهو. شوف، بصوا ياخد وضع الاستعداد ازاي. بصوا هنعمل نفس اللي انا طلقته، خدوا بالكم ركزوا. يلا تمام، فهمتها؟ تمام. الكنترول هو ان انا هحل الكلب وهنقف مكاني شويه، مش تحل الكلب وتيجي طالع تجري. ده غلط، ده مبدا غلط. تحل الكلب وتيجي طالع تجري على طول، ده مبدا غلط. طب الكلام ده هنستعمله على طول؟ لا، الكلام ده لفتره معينه. يلا بينا نبدا نخلي الكلب يحس ان احنا اتحركنا ومشينا، وشوف الليش معايا هيعمل ايه. واحد، استعملت حاجه اسمها وقوف مفاجئ. وقوف مفاجئ، تمام. ثاني، لاحظنا الكلب عمل ايه. ركز، طول ما الريش مشدود اعرف ان الموضوع ما اتعالجش، طول ما الريش مرخي اعرف ان الكلب بدا يفهمها. طبعا دي خلناها في رقبه الكلب. الموضوع ما بيبقاش ضرب وعقاب عشان يبقى عندك علم، الموضوع بيبقى عباره عن انتباه وكنترول للكلب. واحد يقول لك اصل الخناقه دي انت كده بتضرب الكلب وبتعاقبه، اعرف ان هو ما بيفهمش، اعرف ان هو يقعد على جنب كده في رف ويقفل على نفسه الرف. تمام؟ طيب، واحد يقول لك الخناقه بتكسر شخصيه الكلب، لا، الخناقه ما الا ان هي اداه انت بتستعملها علشان تربط بيها الكلب، توقفه، تمنعه عن حدوث الخطا. تمام؟ تمام. تعالى هنا، اقعد. تعالى هنا، اقعد. يلا تعالى، اقعد. سيمبا تعالى، سيمبا اقعد. طبعا هو هيموت، هيموت ويطلع الطاقه ويطلع الباور. هيموت وينطلق. تمام، هيموت ويطلع الطاقه اللي عنده. سيمبا يلا. شفت سرعه الكلب؟ الكلب بينحدف ويوقف فجاه. يلا سيمبا. ها سيمبا، هنا 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 هنا، اقعد. اللي انا بنعمله ده مع التكرار بيعلم الكلب بتاعي ان لما نيجي نفك الليش ده ونبدا نمشي، اول ما بنقول اسم سيمبا او بننادى على اسمه او بنقول لا او بنحط له كلمه ان انا نشتغل بيها. تمام، هنا بيشد اهو سيمبا. لازم نعرفه ان في حاجه. طيب، احساس الكلب ايه لما بيبقى بعيد عنك كده بالمسافه دي؟ طبعا لازم يكون الليش طويل. لما يكون بعيد عنك بالمسافه دي
ويلاقي الضغط اللي حصلت على الرقبه. اولا الكلب بيعمل فاصل ما بينه وما بين صاحبه ازاي؟ يعني الكلب لما يروح بعيد عني ونبدا انا نضغط الضغطه اللي انا عملتها دي ونشد الشده دي، الكلب بيحط في دماغه ان اللي عمل معاه كده مش انا، اللي عمل معاه كده السبب اللي هو وداه بعيد او المكان البعيد عن صاحبي هو اللي اذاني. تمام؟ بيبدا يجيلك، اول ما يجيلك سيمبا برافو، لازم تشجع كلبك. ليه؟ عشان دايما الحاجه اللي هي بيحبها او التشجيع اللي هو عايزه بيحسه هو قريب من رجلك. لما يحس بكده هيبدا الكلب دايما وارد يخلي تركيزه قريب من رجلك، هيبقى على طول تفكيره ان هو يكون جنبك مش هيروح عنك بعيد. ليه؟ لان دايما منتظر ان انت تشجعه، ان انت تقول له برافو، تمام، ان انت تقول له شاطر، ده الكلب اللي كان مضروب بالمطوه اشتغل معاه 4 مدربين وطبعا للاسف مفيش نتيجه. تمام اهو سيمبا برافو برافو، شايفين يا جماعه بدا اهو. تمام سيمبا برافو، اقعد تحت، برافو برافو برافو، لا تحت، برافو شاطر جدع، ابوك راجل، امك جدعه، عيال اختك حلوين، برافو جدع، ابن جدعه، ابن جدعه، شغل فلاحي بس ناجح جدع. لا مش عايزين دلع، الموضوع كده هيزيد على الحد. خلاص خلاص بهدلت نفسك تراب وطلعت فلاحي. بص يا زين، بدا ان هو جنبي اهو، يرجع تاني شغل مفاجاه، نرجع تاني لاحظوا ارتباك الكلب اول ما بنقف فجاه، نرجع تاني لاحظوا السلسله مرخيه، نرجع تاني، لا كنترول، يلا كنترول، لا اقعد سلم فوق فوق، يلا تحت فوق، سلم تحت ركزوا بس، ركزوا في الحته اللي جايه دي عشان بعدها هنقولوا عليكم السلام عليكم. سيمبا تمام ايه، تعال حاطط في دماغه ان انا ماسك الليل عبيد سيمبا، ها يلا تعال اقعد، حاطط في دماغه ان انا ماسك الليش. احلى مسا عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ويا رب تكون فهمتيني.